الموضوع بتاعنا اليوم هو حضور رمزي تضامن الشعب الصحراوي، وطبعا الموقف الجبلي واضح كل المناسبات داعمة للشعب الصحراوي في نيل استقلاله. وتقدم اليوم تابعنا الاختتام وتابعنا الجامعة الصيفية من خلال الإعلام ومن خلال إن إطارات الشعب الصحراوي كلها متمسكة بتقرير مصيرها، وأنه أعتقد أنه حان الوقت على النظام المغربي يعرف أن حق الشعب حان الوقت.